هنا أريد أن أسألك أستاذ شادي، أشرت إلى المقاومة وكأنك مدحت المقاومة الأوكرانية، بتقديرك ما هو سر نجاح المقاومة الأوكرانية في التصدي للجيش الروسي؟ طبعا لست خبير عسكري، هذه متابعة. ممكن بعض ما افتقدناه في سوريا هي وجود قيادة موحدة ورأس، أنا برأيي هو وجود رأس وقيادة موحدة تقف خلف هذا الرأس وعامل إيجابي، توفر بعض الأسلحة المضادة للدروع ومضادة للطائرات والطائرات المسيرة التي لم تكن متوفرة لدى الشعب السوري سابقا. هنا كانت المقاومة مجدية أكثر، وأركز هنا على القيادة الموحدة التي لديها رؤية ولديها تواجد على الأرض فعلي حقيقي ودور، حتى برئيس زيلينسكي لعب دور مهم في رفع الروح المعنوية للقوات الأوكرانية والشعب الأوكراني.